اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه مفتوحه ومساحه للراي دائما موجوده لكم ولنا ولضيوفنا في كل مكان وخاصه في المصريين في الخارج. الاستحقاق الرئاسي او الانتخابات الرئاسيه هو استحقاق هام لكل مصري، لكل مصري يخاف على بلده ويحب بلده ويؤمن ان له صوت يجب ان يدلي به لاختيار اعلى قياده في الجمهوريه. طبعا الاستحقاق الرئاسي بدأ للمصريين في الخارج، الانتخابات اختيار المرشح الرئاسي، واحد من المرشحين الرئاسيين الأربعة بدأ في الخارج، وإقبال المصريين في الخارج كان كما هو متوقع، كان على مقار لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية ما يؤكد حرصهم على إنجاح ماراثون الانتخابات الرئاسية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة. ومشاركة المصريين في الخارج ونزولهم بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية طبعا ده عنوان ان هم بيؤكدوا على مصريتهم وان هم مهتمين بالخارج حتى مهتمين بالداخل حتى لو كانوا هم عايشين في الخارج. تصويت لاستمرار استقرار الوطن ونهضته وانطلاقه نحو المستقبل بما يراه ايضا المصريين في الخارج، وبعد رفع الاف المصريين بالاعلام كان اكبر دليل على مصريتهم وعلى انتمائهم ايضا وانهم على العهد ويتابعون انجازات وخطوات الوطن نحو التنميه الشامله في كل المجالات. سنتحدث حول ماراثون الانتخابات الرئاسيه بالخارج، الانتخابات الرئاسيه 2024، وحلقة اليوم تدور حول ذلك ومساحة للرأي ستكون مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بك حسام بيه. خلينا بس نتابع تقرير نشوف آخر تطورات الإدلاء بالأصوات في الخارج ثم نبدأ بقى أحوارنا. تفضلوا. ملحمة حقيقية يقدمها المصريون في الخارج أمام العالم وسط إقبال كثيف في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، فقد شهدت مقر السفارات والقنصليات المصرية في الدول الأوروبية إقبالا كبيرا رغم موجات الطقس السيء، وبالمقابل شهدت مقر السفارات في الدول العربية توافدا بأعداد كبيرة من فئات عمرية مختلفة تلبية لنداء الوطن ولتقديم رسالة للعالم بأن المصريين في الداخل والخارج مشاركون بفعالية في دعم مسيرة التنمية والاستقرار ببلدهم، لا سيما أن المشاركة الوطنية لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع والحياة السياسية العامة في مصر وحتى على المستوى العالمي. فعلى مستوى الفرد تزيد من الوعي والانتماء الوطني وتنمي الشعور بالكرامة والقيمة، كما أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، غير أنه عندما تكون المشاركة كبيرة فهي تنبه الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته. أما على مستوى المجتمع فالمشاركة الانتخابية تزيد وتعزز الوحدة الوطنية والتضامن والتكافل الاجتماعي، وتزيد من مستوى الوعي السياسي في المجتمع، وتدفع الحاكم إلى الاستجابة لمطالب المواطنين، وتجعله دائما يدور في فلك المواطن والوطن، لأنه أتى بإرادة الناخبين، مما سيكون له عظيم الأثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيراعي الحاكم فيها مصلحة المواطن أولا. وتبي أهمية المشاركة على المستوى العالمي في ظهور مصر بصورة مشرفة ومضيئة أمام العالم، وتعزز من احترام العالم لنا وتغلق الأبواب أمام المتآمرين لتشويه صورة الدولة. فالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة حتمية لكل مواطن وليست رفاهية في ظل التحديات العالمية والأزمات الإقليمية المتعددة، خاصة أن مصر تستحق منا جميعا أن تظهر بصورة مشرفة أمام العالم، فهي مهد الحضارة والتاريخ. تابعنا مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. وتعليقا على هذا التقرير سيكون معي في مساحة للرأي اليوم الكاتب الصحفي أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك. يعني من اللي احنا شفناه في التقرير
بحسك الصحفي تقول ايه؟ طبعا يمكن احنا اتكلمنا قبل الهوى على انا مريت بنفس التجربة. كنت انا احد الاصوات الانتخابية في الخارج في اثناء فترة عملي كمدير مكتب الوكالة فترة الصراع الليبي في من 2011 ل 2013، وشاركت في عملية انتخابية عن قرب، يمكن في ايضا في دول اخرى. بالمصادفة كنت موجود وقت تصويت انتخابات. اولا نتكلم على شوية اساسيات، ان ده استحقاق دستوري مهم زي ما حضرتك قلت في الانترو للجمهورية الثالثة. احنا بنتكلم على استحقاق رئاسي، لابد من وجود رئيس جمهورية منتخب بشكل شرعي بشكل دستوري، وعندك منظمات ودول في الخارج والداخل ايضا تراقب العملية الانتخابية. المشهد اللي احنا شايفينه في عملية التصويت بالخارج، طبعا في دول لها اهمية كبرى بسبب وجود جالية مصرية كبيرة، طبعا زي السعودية. السعودية مثلا ده رقم واحد. الولايات المتحدة كدولة غربية، عندنا ايضا الاردن فيها كثافة مصرية كبيرة. الحقيقة ما شاء الله المصريين منتشرين في دول العالم كافة. طبعا البعثة الدبلوماسية المنوط بإدارة العملية الانتخابية هو السفير المصري المكلف في هذه الدولة بطاقم السفارة من إداريين وأجهزة معاونة داخل السفارة أو السفارة والقنصلية زي بالزبط. دولة زي السعودية مثلا كبيرة قوي فيها لتيسير يعني عملية التصويت ودخول الناس اللي هتدلي بأصواتها. طبعا بتبقى لو اتكلمنا على السعودية على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية دولة مساحة شاسعة، عشان تأتي من غرب أو جنوب أو شرق المملكة أو من الساحل حتى الرياض، أنت هنا كناخب بتتكلف فلوس عشان تشارك في العملية الانتخابية وتأكيد أهمية صوت الناخب الواحد في هذه العملية. نتكلم برضو على استعدادات وزارة الخارجية المصرية، نوجه لها كل الشكر طبعا. من الواحد شافه بنفسه بتهيئة المكان سواء بعمل خيام أو لجان أو تجهيز صناديق الانتخاب. الحقيقة عملية معقدة جدا برضو، بتكلف وقت وجهد مشكور عليه وزارة الخارجية لمشاركتها في إتاحة الفرصة للمواطنين المصريين. أعتقد برضو بيكون في قضاء في كل لجنة على حسب، يعني أحيانا بيبقوا قضاء أو مشرفين من الهيئات القضائية المختلفة. بيكون منتدب للسفر في دولة معنا في تاريخ محدد حتى يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية، وبيبقى ليها رئيس أيضا، يعني مجموعة قضاء ولهم أيضا رئيس يدير العملية الانتخابية. طيب خلينا أسألك من يعني من خبرتك في هذه النقطة. احنا عندنا وجهتين نظر، دايما وجهتين للعملة. ايه وجهة نظر الدولة في اهتمامها بأصوات المصريين في الخارج، وايه وجهة نظر المصريين في الخارج بإدلائهم في الأصوات ان هم بيشاركوا في انتخابات رئاسية؟ لها كذا وجهة. اولا ده حق اصيل لاي مواطن مصري ان هو ينتخب سواء داخل مصر او خارج مصر. فانت بتيسر له السبل الى الوصول الى هذا الحق. يعني الجزء الثاني هو انتخابات الخارج مؤشر ودليل، وكأنك بتشاور على ما سوف تكون عليه، ودايما انتخابات الخارج بتبقى الأول قبل الداخل، يعني لأنها مؤشر للانتخابات. نسبة الإقبال تؤكد أن الانتخابات في الداخل هيكون عليها أيضا نفس هذا الإقبال. الحاجة الثالثة زي ما قلنا ان بيبقى فيه متابعين من دول اخرى، من منظمات معنية بالعمليات الانتخابية، منظمات حقوقية الى اخره، فهي بتتابع المرحلة الاولى من الانتخابات وبتدي برضو مؤشر لما سوف تكون عليه الانتخابات في المرحلة الجاية. برضو عايز شيء بشيء يذكر، حضرتك برضو في الانترو قلت في مصر دولة في محيط صعب. يعني احنا كمان مع السنين بتزيد الصعوبة اكتر. مصر كأنها واحة امان، والكلام ده مش كلام
شعارات يعني لا ده كلام حقيقي صحيح بدليل لو شفنا كل حدودنا من حوالينا لا وعندنا الدليل احنا مصر بتستقبل ما لا تستقبله الدول الاوروبيه من اللاجئين احنا بنتكلم بس على العرب ما بنعملهمش كلاجئين بنعملهم كمواطنين هو يعني تصنيفه لاجئ لكن مصر مسمياه ضيف يعني لانه عايش في وسطينا واعتقد اي حد هتلاقي جاره سوري جاره يمني جاره سوداني فلسطيني اصبحت شيء طبيعي بتقدر خارج حتى التصنيفات الرسمية من 9 ل 10 مليون ده ما تم إحصاؤه بشكل رسمي انت دولة في محيط صعب جدا في محيطك سواء في جنوب السودان لأحداث غزة غطت عليها في ليبيا لم يستقر الوضع في البحر المتوسط وأزمات الغاز والصراع الدولي طبعا في الشرق الجبهة المشتعلة منذ أكثر من 54 يوم أو 53 يوم في غزة يعني الحقيقة دولة تستهدف الاستقرار لنفسها وهي بذاتها جمهورية مصر هي ملجأ لكل محيطك المضطرب بغرض الهروب إلى واحد أمان هي مصر الانتخابات هنا بقى دورها بتكمل هذا الاستحقاق يمكن أهم استحقاق دستوري في العالم كله هو الانتخابات الرئاسية لأنه يؤسس لما بعده في انتخاب حكومة وأيضا تشكيلات المجالس النيابية والتشريعية كل ده بيأتي بعد الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات الرئاسية يمكن ناس كتيرة بتعتقد أن المصريين في الخارج ويمكن المصريين على غير الشعوب التانية يعني ناس كتيرة بتفتكر ان اللي في الخارج ناسي بلده او يعني هو خلاص عايش وعنده اولاد وعنده حياة هو اللي ففكرة ان هو يشارك دي مش موجودة لكن المصريين دايما بيخلفوا هذه الفكرة يمكن غير الجنسيات التانية لا بص حضرتك حتى لو المصري هاجر يعني قدم طلب هجرة وقام قبل ما يستشعر كده في كبر السن بيحب يرجع تاني مصر طبعا. أغلبية المصريين بتسافر باللغة الدارجة كده عشان لقمة العيش حتى لو خد إقامة حتى لو كان مقيم بشكل ده ويمكن أنا حتى شفت النماذج دي في مصريين في أفريقيا في غرب وشرق أفريقيا مصريين في أوروبا مصريين في دول عربية هو الفكرة عنده هو عايز يكون نفسه وفي النهاية يعني إذا كان عنده بنات أو أولاد بيرجعهم برضو حفاظا عليهم من المجتمعات اللي هم فيها وفي النهاية هو نفسه بيرجع طبعا في ناس يعني بتكمل وبتعيش لكن بيبقى في داخله هو مواطن مصري وله كل الحقوق عندنا جاليات إسلامية مصرية مثلا من الأزهر من الأزهريين برضو ليهم شعبيات في المدن الأوروبية والعربية المختلفة بحكم المكانة الدينية عندنا قساوسة وعندنا كنائس من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بكلم على الولايات المتحدة أو أوروبا أيضا لها تأثير روحي على يعني هذا المذهب وهو في النهاية انتماء مصر ولكن كل هذه المكونات بتجتمع على انها مواطن مصري في صله تربطه بالوطن الام ويجب ان يكون في حلقه اتصال الحقيقه صحيح. يعني مقر السفاره المصريه في اي دوله بيعتبر هو يعني انا قاعد على الارض مصريه في تواصل دائم بين المواطنين ودي برضو من يمكن من خلال استفيد بوجودي في الحلقة أناشد حتى بعض الناس ما بتحبش تتواصل مع السفارة بالعكس ده شيء إيجابي جدا أن أنت تتواصل وتسجل اسمك لو احتاجوك في حاجة لو أنت احتاجتهم في حاجة لأن إحنا عددنا كبير ما شاء الله سواء داخل مصر أو خارج مصر فهي في النهاية قوة ولها تأثير داخل مجتمعاتها ويمكن حتى برضو شيء بشيء يذكر لاحظنا ده في المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني هتلاقي كلهم او اغلبهم عرب ولهم تأثير في محيطهم في الدولة مع دايرة اصدقائهم من هذه الدول فهموهم هم دول اللي فتحوا عينينا للغرب على الحقيقة هم قالوا لهم الحقيقة التي لا ينقلها الاعلام الغربي او بيداري وفي القلب منهم الكتلة المصرية بما لها من تأثير تاريخي يعني نعم طيب خلينا نطلع لتقريرنا الثاني ونتابع مع حضرتك برضو تصويت المصريين في الخارج تفضل
الصحفية باليوم السابع، حيث يرى المحلل السياسي الدكتور هشام النجار أن الإقبال الكثيف الذي شهده التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج يعكس وعي المصريين وحرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، فهم يدركون جيدا حساسية المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات بالغة الصعوبة تعصف بالمنطقة. وفي الشرق الأوسط، السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة تشدد على أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار المصري وصوتهم بالغ الأهمية، لذلك حرصنا على أن يشاركوا بفعالية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، ولهذا تم تدليل العقبات كافة خلال أدائهم لحقهم بصورة تليق بمصر ومكانتها الدولية. أما في الوطن، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم يكشف النقاب عن أن إقبال الجاليات المصرية في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد إصرارهم على المشاركة منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع، فالمخاطر التي تواجه مصر رفعت نسب المشاركة وأعطت معاني ودلالات مهمة مفادها أن المصريين حاضرون بقوة رغم التحديات الصعبة. وفي الأهرام، الدكتور عبد المنعم سعيد يبعث برسالة مفادها أن الأقدار شاءت أن تجرى الانتخابات الرئاسية وسط العدوان الإسرائيلي على غزة، إنه وقت اختبار لكل من المرشحين والشعب المصري، ولهذا كان إقبال المصريين بالخارج على التصويت تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية للمشاركة في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقا لما يحقق صالح الوطن. ونختتم جولتنا بالعين الإماراتية، حيث يرى الدكتور طارق فهمي أن المصريين بالخارج سجلوا حضورهم في المشهد الانتخابي نظرا لاهتمامهم بقضايا الوطن والتحديات والمخاطر التي تواجه الرئيس القادم، فالأولوية لدى الناخب الآن هي الحفاظ على مقدرات الدولة والاستقرار الأمني والسياسي. وعدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمساحة للرأي، معي في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بك. وفكرة الانتخابات نفسها، الانتخابات كلمة كبيرة وبتدل على معنى ديمقراطي دايما، ومشاركة المصريين في الخارج هل ترى أن هي فعلا حقيقة للديمقراطية؟ هي طبعا بتدي زي ما قلت لحضرتك دلالة أو مؤشر لما سوف يعني تستمر عليه العملية الانتخابية. طبعا احنا اتكلمنا عن الدول اللي فيها جاليات مصرية كبيرة، ويمكن حتى انتوا عرضتوا تقرير في أول حلقة عن أحد السفارات بنسب الإقبال مهمة جدا، لأنها مؤشر مهم على نجاح العملية الانتخابية نفسها. طبعا الغرب بمفاهيمه في فكرة الديمقراطية هو خير مثال وخير عنوان. العملية بتتم بسلاسة شديدة وبيسر شديد، وأيضا كل من له حق التصويت بيتقدم في المدة المحددة يعني، وتم الإعلان عنها قبلها بفترة. لو هو عنده ارتباطات عمل في الدولة اللي هو فيها بيقدر يتحرك بسهولة، بيجد مكانه، بيجد يعني العملية الانتخابية بالنسبة له ميسرة جدا. العملية الانتخابية ككل سواء في الداخل أو في الخارج هي رسالة للخارج بالمقام الأول أن مصر بتستكمل الاستحقاق الدستوري الرئاسي باختيار رئيس الجمهورية للفترة المقبلة. برضو عايز أؤشر لحاجة يمكن اتقالت في التقرير الثاني، وهي فكرة الوعي عند المواطنين. الحقيقة المصريين أذكياء جدا، يعني عندهم ذكاء فطري طبيعي، يعني لما بيستشعر خطورة ما في وضع ما في وقت ما اللي هو الوقت اللي احنا فيه، عندنا يعني تطورات في منتهى الخطورة في الجبهة الشرقية في قطاع غزة والجنوبية بقى لها فترة، طبعا عندنا والغربية بقى لها فترة، يعني الحقيقة اللي انا بسميه دايما ذكاء المواطن العادي اعلى حتى من النخب اللي هم اصحاب الرأي وقادة الرأي. هو بقرون الاستشعار بمفاهيمه البسيطة
جميلة بالفطرة السليمة بيحس ان الفترة اللي احنا فيها تحتاج من يقود ان يكون فاهم، ان يكون دارس للموقف، لديه من الخبرة والحنكة السياسية. اعتقد ان ده برضو بيبقى في الحسبان في عقلية المواطن المصري سواء داخل او خارج مصر. هو بيفهم الاشارات بتقول له ايه، بيفهم الوضع اللي احنا فيه، خصوصا في ظل كورونا 2020 وحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تضخم وارتفاع في الأسعار في العالم كله. يمكن النهاردة حتى وأنا جاي مسبيرو خبر على إحدى الصحف الأجنبية إعلان مدينتين في بريطانيا لإفلاسهم. يعني في مؤشرات في الخارج حتى ملامح من هنا وهناك بتؤشر إلى المستقبل فيه صعوبة ما. فمحتاجة قيادة تكون عندها من المهارة والمرونة والخبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية. طبعا. الناخب في النهاية بيهمه هيلاقي السلعة بكام، الدولة دي تستقر ازاي. يعني الامن اصبح سلعة مهمة طبعا. جدا طبعا. لشعوب العالم كلها، وخصوصا زي ما احنا متفقين ان مصر كأنها يا رب يعني يدوم هذا الوضع، جزيرة هادئة في وسط محيط مشتعل بشدة ويحاول يعني قذف اللهب الى داخل مصر. فمحتاجة قيادة السفينة في هذه الفترة أو قيادة الدولة المصرية لحكمة وخبرة في التعامل مع الأزمات. طيب خلينا ناخد بقى الدور المهم لكل مواطن. هنا احنا بنتكلم، أنا ما يهمنيش أو أنا ما بقولش لحد يختار إيه، بس بقولك روح اختار مهما كنت. أنت دورك أنك أنت كمواطن تقوم بالدور الأساسي اللي عليك، وهو أنك أنت تروح وتأدي دورك الانتخابي وتنتخب اللي انت شايفه، اللي هي المشاركة، المشاركة نفسها. تمام. مش لأجل المشاركة، لأجل انك انت تكون انسان فاعل في هذا الوطن اللي محتاج لصوتك في هذا الوقت. طبعا الناخب ما احنا متفقين ان هو في نسبة يعني فهم لتطورات الاوضاع اللي حوالينا والاوضاع الداخلية والغلاء، وايضا ارتفاع الاسعار والحروب الكونية وسلسلة الامداد والتوريد اللي بتأثر على السلع ورفع اسعارها، ودي موجودة في العالم كله، بس احنا كالسفينة نريد النجاة. اعتقد اجابة على سؤال حضرتك ان المواطن نفسه عنده درجة كبيرة جدا جدا لا يستهان بها من الفهم والوعي بما يحيط به سواء في الداخل او في الخارج. انت في النهاية بمشاركتك وكلام للناخب نفسه انت بتؤكد بالضرورة يعني الفوز بهذا الاستحقاق عن جدارة، ان العملية الانتخابية تمت بيسر وسهولة، انها عملية ناجحة. كل دي رسائل انت بتبعتها للخارج كمواطن. ايه مؤشر عملية ناجحة بالنسبة لك؟ ما هو هنا النقطة، يعني الفكرة الاقبال على التصويت. طبعا ده بالمقام الاول، نسب المشاركة، عدد المسجلين كأصوات انتخابية لها حق التصويت او اشخاص او مواطنين لهم حق التصويت. طبعا الفرز بقى في النهاية اللي هو بيطلع اصوات صحيحة، اصوات للمرشح الف او ب او جيم. في النهاية القضاء بيقول كلماته على العملية الانتخابية انه تم المشاركة بنسب تصويت قد كده، في اجمالي اصوات كذا، الصحيح منها كذا والباطن منها كذا. لكن الرسالة للمواطن هو لا يعنيه كل هذه التفاصيل، زي ما حضرتك قلت بناء على كلامك، هو المشاركة في حد ذاتها أنا بعمل اللي عليا، هي رسالة. أنا بقول أنا مواطن إيجابي، روح ادلو بصيتك كما تشاء لمن تشاء، ولكن عليك أن تكون إنسان إيجابي ومشارك في هذه العملية الانتخابية، لأنها بتبعث رسائل بالمقام الأول بعد نجاح العملية إلى الخارج بأن أن مسألة التصويت والمشاركة في الانتخابات والعملية الانتخابية كلها تمت بنجاح، فهي تؤشر لما بعدها وهو استقرار نظام الحكم، استقرار الدولة. وزي ما احنا اتفقنا في وسط محيط يعني في غاية من الرمادية والغموض وعدم الاستقرار اللي يمكن قد يطول لفترات طويلة. نعم. العملية الانتخابات
ليست هي الهدف، هي وسيلة. صحيح. اختيار الرئيس في النهاية هو الهدف. عشان يكون عندك رئيس، عشان يكون عندك جهاز إداري، والرئيس هو أكبر رئيس الجهاز الإداري للدولة ورئيس الدولة، وأكيد أمامه تحديات. عدينا مرحلة وما زلنا مستكملين، أمامنا تحديات كثيرة. إيه أهم التحديات اللي أنت شايفها أمام الرئيس القادم خلال فترة الست سنوات الجديدة؟ على المستوى الاقتصادي عندنا تحدي وقف التضخم، اللي هو وقف ارتفاع الأسعار. عندنا تحدي زيادة الإنتاج وخصوصا الزراعي، سواء أفقي أو رأسي. بمعنى زيادة المساحة المنزرعة أو تكثيف المحاصيل وتحسين سلالتها أو إنتاجيتها. عندنا تحدي آخر هو استكمال المشروعات التي بدأتها الدولة على مدى العشر سنوات الماضية، والفوز بعوائد هذه المشروعات، أغلبها طبعا مشروعات قدمية، محتاجين برامج في التصنيع واستقدام التكنولوجيا من الخارج. وأعتقد أن دي برضو الدولة بدأت فيها، وهو توطين التكنولوجيا داخل مصر. أنا بتكلم على الزراعة، بتكلم على الصناعة. السياحة طبعا مرتبطة بحالة الإقليم وليس حالة مصر فقط، ولكن أيضا لها نصيب وافر من الاهتمام، عشان هي اللي بتدخل العملة الصعبة. على المستوى الخارج عندنا تحديات مهمة جدا، أولها بالمقام الأول وخصوصا في الأيام القريبة في شهر ديسمبر اللي احنا فيه، في الأربع أسابيع دول، في قطاع غزة والهجمة الشرسة من قبل حكومة متطرفة باعتراف العالم كله، ولكن بكم رهيب من مواطنين من دولة جارهم، المواطنين الفلسطينيين، يتم قتلهم على أساس الهوية العرقية والوطنية في حالة من حالات التطهير العرقي، وهي أزمة مفتوحة. أعتقد هكون ملف شائك جدا بالنسبة للإدارة المصرية في الفترة الجاية. عندنا الغاز أيضا في البحر المتوسط، ومشكلة الغاز في مصر ومشكلة الطاقة هتكون ملف مهم جدا أمام الرئاسة المصرية في الفترة المقبلة. أعتقد أن ده بشكل إجمالي ممكن يكون أهم التحديات أمام الإدارة المصرية، وإن شاء الله بالمصريين وبالرئيس هنكون قادرين على عبور هذه الأزمات. طيب أخيرا كده كلمة لكل المصريين سواء في الخارج أو في الداخل حول هذا الاستحقاق الهام. عايز أقول للناس، أنا شخصيا بشارك كل سنة في أي انتخابات، سواء انتخابات برلمانية، تشريعية، رئاسية، ده حق بيكفل الدستور ليا. أنت جوه الستارة وصندوق انتخابات، لك مطلق الحرية أن تختار ما تشاء، بس في النهاية أنت بتأكد على شيء مهم، هو حقك الدستوري في الاختيار أو القبول أو الرفض، لك ما تشاء، لكن شارك حتى تكون مواطن إيجابي. أيضا إحنا هدفنا في النهاية كلنا كمواطنين أو كمصريين استقرار هذه الدولة. معنى كلمة الدولة المصرية أستاذ حسام هي بيتي وبيتك، وأن أصل من عملي إلى بيتي في أمان، أن أسافر خارج مصر وأن أعود في أمان، أعود إلى دولة مستقرة. دي مفاهيم الدولة لي أنا شخصيا، وأعتقد أن ده الوعي اللي موجود داخل كل واحد مصري، أو السنسور الداخلي اللي عنده، المؤشر اللي بيقوله، واللي دايما بسميه وعي عموم المصريين، أعلى من وعي النخب وكتاب الرأي في أحيان كثيرة بيكونوا وعي. إحنا بنتعلم من الناس دي، مش إحنا اللي زي ما بنقول عليها الفطرة المصرية الأصيلة يعني. ونتمنى ربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ودولتنا، وإن شاء الله الغد أفضل بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا كثيرا، كاتب الصحفي أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على وجودك. تحياتي يا فندم. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. كانت مساحة جديدة للرأي، كنا نتحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية 24 لوإدلاء المصريين في الخارج والمشاركة الكثيفة، ونتمنى لهم دوام الصحة، وإن شاء الله بعد أسبوع هتكون المشاركة الداخلية، ونتمنى لكل مواطن مصري أن يقوم بعمله وواجبه الأصيل وحقه، وياخد حقه
ان هو يروح يشارك في الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية. مشاهدينا الكرام، بشكركم على هذه المساحة مع تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عاطف. الى اللقاء.